بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع تلاميذ الثالثة متوسطة، تلاميذ الثالثة متوسطة الفصل الأول، اختبارات الفصل الأول. إذا عدنا اختبار الفصل الأول لتلاميذ الثالثة متوسط في مادة التاريخ والجغرافيا. نبدأ بالتاريخ النموذج الأول. التمرين الأول، اشرح المفاهيم الآتية: الخريطة التاريخية، الإطار الزمني والمكاني. التمرين الثاني، تأمل الخريطة الآتية ثم بين هل يمكن اعتبارها خريطة تاريخية ولماذا. الوضعية، أراد أحد إخوتك رسم خريطة تاريخية فطلب منك مساعدته للقيام بهذا العمل. سند الأول، للخريطة التاريخية عدة شروط تتمثل في الاتجاه والعنوان والإطار الزمني والمكاني إضافة إلى المفتاح والمقياس. السند الثاني، نعتمد عند قراءة الخريطة التاريخية على عنوانها وإطارها الزماني ومفتاحها، هذه العناصر الأساسية التي تميزها عن بقية الخرائط. بناء على السندين ومكتسباتك اكتب فقرة توضح فيها خصائص الخريطة التاريخية. الجغرافيا، اشرح المفاهيم الآتية: أوقيانوسيا وأرخبيل. حدد على خريطة صماء الموقع الفلكي لقارة أوقيانوسيا. يقول أحد زملائك بأن قارة أوقيانوسيا تتشكل من مجموعة كبيرة من الجزر أكبرها أستراليا، هل توافقه الرأي؟ سند الثاني، الدول المشكلة لقارة أوقيانوسيا، عدنا أستراليا مساحتها 768,300 كيلومتر مربع، غينيا الجديدة 462,000 كيلومتر مربع، زيلاندا الجديدة 270,534 كيلومتر مربع، جزر الفيجي 18,274 كيلومتر مربع، سالومو 28,500 كيلومتر مربع، سامو 2830، فانواتي 12,190، توناغا 780 كيلومتر مربع، كيرباتي 830 كيلومتر مربع، تورو 21 كيلومتر مربع. السند الثاني، قارة أوقيانوسيا. بناء على مكتسباتك القبلية والسندات اكتب فقرة تعالج فيها الفكرة المطروحة. طيب، نموذج آخر في التاريخ، اشرح ما يلي: الجغرافيا التاريخية، أساسيات الخريطة. تمرين ثاني، قارن بين الخريطتين موضحا أوجه التشابه والاختلاف. الخريطة الأولى، توزيع السكان في العالم. الخريطة الثانية، الدولة الرستمية. الوضعية، طلب منك أستاذ التاريخ كتابة عرض حول أهمية الخريطة التاريخية، فوقع الاختيار عليك للقيام بالمهمة. السند الأول، تعتبر الخريطة التاريخية وسيلة من وسائل الإيضاح، حيث تبرز الظواهر التاريخية من خلال الإطار الزمني والجغرافي وتوطين الأحداث. السند الثاني، تساعدنا الخريطة التاريخية على نقد المعارف التاريخية، إذ تعتبر مصدرا موثوقا حيث نلجأ إليها في عمليات التقويم عن طريق المقارنة والمقابلة بوثائق أخرى. بناء على السندين ومكتسباتك القبلية اكتب فقرة تجيب فيها عما طلب منك. الجغرافيا، حدد الفرق بين الجزر البركانية والمرجانية والقارية. سمي المجموعات الكبرى التي تشكل قارة أوقيانوسيا على الخريطة. الوضعية، أراد أحد أقاربك إعداد عرض حول مظاهر السطح لقارة أوقيانوسيا فطلب منك مساعدته بما تملكه من معارف. السند الأول، تتباين تضاريس أوقيانوسيا من مجموعة لأخرى وضمن الجزيرة الواحدة كما هو الحال في أستراليا ونيوزيلندا، ويمكن تقسيم القارة إلى جزر بركانية مرجانية وقارية. تتركز المرتفعات عموما في وسط الجزر والسهول على السواحل إلى جانب بعض الهضاب. اعتمادا على ما درست والسندين اكتب فقرة تتناول فيها ما طلب منك. النموذج الثالث في التاريخ، وضح الفرق بين الخريطة المركبة والخريطة الموضوعاتية. لتفسير الخريطة التاريخية نتبع منهجية معينة، فما هي أبرز خطواتها؟
الوضعية: تابع أحد أصدقائك محاضرة حول الدولة العثمانية لكن لم يفهم كيف نشأت هذه الدولة فطلب منك توضيح. سند الأول: تنتسب الدولة العثمانية إلى عثمان بن أرطغرل الذي حولها من إمارة صغيرة إلى إمبراطورية مترامية الأطراف. سند الثاني: تابع عثمان بن أرطغرل في مساعدة السلاجقة وتأييدهم في حروبهم فمنحوا على الدين السلجوقي نوعا من الاستقلال وصار زعيم الإمارات التي حررها واستمر في التوسع حتى كون دولة عظيمة. السند الثالث: الدولة العثمانية عند نشأتها اعتمادا على مكتسباتك القبلية والسندات اكتب فقرة تجيب فيها عما طلب منك. الجغرافيا: فسر المفاهيم الآتية: الإقليم المناخي كورشيفو. وضعية ثانية: استنتج نوع المناخ اعتمادا على الصور الآتية: خصائص النباتية، خصائص الحيوانية، نوع المناخ هنا، نوع المناخ هنا، ونوع المناخ هنا. الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية: قرأ أحد زملائك في إحدى المجلات العلمية أن سكان قارة أوقيانوسيا عبارة عن خليط من الشعوب والأعراق فطلب منك تفسير هذه العبارة. السند الأول: تتكون أوقيانوسيا من تركيبة بشرية معقدة نتجت عن نماذج العناصر تمازج العناصر الأوروبية التي استوطنت المنطقة منذ الرحلات الاستكشافية الأولى خلال القرن السادس عشر ميلادي مع العناصر الأصلية وهجرة أوروبية ثانية خلال القرن الثامن عشر. كتاب المدرس. السند الثاني: ينقسم السكان الأصليون إلى مجموعتين: أبوريجان والماوريس. أما العناصر الأجنبية فهي خلط من الأجناس مثل الأوروبيين والأسيويين والأفارقة. على ضوء ما درست والسندين اكتب فقرة توضح فيها ما طلب منك. طيب نمر للحل. بإمكان التلميذ يوقف الفيديو ويصحح قبل ما ندير الحل. طيب نمر للحل والتصحيح. النموذج الأول: التاريخ. الخارطة التاريخية هي وسيلة لتوطين الأحداث التاريخية في مجالها الجغرافي خلال فترة تاريخية معينة. الإطار الزمني والمكاني هما الفترة الزمنية والمجال الجغرافي الذي وقعت فيه أحداث تاريخية معينة. هذه الخريطة تنقصها العديد من الشروط، أهمها العنوان الذي يبين موضوع الخريطة مع الإشارة للإطار الزماني والمكاني، المفتاح الذي يسهل قراءة مضمون الخريطة، المقياس، لذلك لا نعتبرها خريطة تاريخية. الوضعية الإدماجية: الخريطة صورة مصغرة للكرة الأرضية على سطح مستوي ولها أنواع عديدة حسب وظيفتها وموضوعها. فما هي خصائص الخريطة التاريخية؟ الخريطة التاريخية هي وثيقة تاريخية أساسية يتم بواسطتها توطين الأحداث التاريخية في إطار زمني وجغرافي. ولهذا فالخريطة التاريخية لها خصائص متعددة، منها البعد الزمني الذي يحدد الفترة التاريخية التي تمثلها هذه الخريطة وهي النقطة الأساسية فيها، ثم البعد الجغرافي الذي يحدد المجال الجغرافي الذي وقعت فيه الأحداث التي تناولتها هذه الخريطة، إضافة إلى المفتاح والمقياس والاتجاه وغيرها. تؤدي الخريطة التاريخية دورا مهما كوثيقة تاريخية مثل خرائط المسعودي أو هيرودوت أو سترابون، حيث تكشف عن المناطق المعروفة خلال فترة زمنية معينة والأحداث التي وقعت فيها، كما تؤدي دورا تربويا حيث تعمل على ترسيخ مهارات المنهجية في دراسة التاريخ، تنمية القدرات على توطين الأحداث التاريخية في المجال الجغرافي، تلخيص وتركيب مجموعة من الأحداث التاريخية في دعامة واحدة، استحضار البعدين الزمني والجغرافي لمختلف الأحداث التاريخية واستقطاب انتباه المتعلمين. الخريطة التاريخية وسيلة أساسية نوظفها على أساس وثيقة تاريخية تساعد المؤرخ والباحث والطالب والمثقف في استقراء التاريخ من منطلق جغرافي وزمني حقيقيين. الجغرافيا: أوقيانوسيا إحدى قارات العالم، تقع في الجنوب الشرقي للكرة الأرضية، تتكون من عدة بلدان وجزر أهمها أستراليا ونيوزيلندا وغينيا الجديدة. الخبيل مجموعة من الجزر التي تقع في منطقة واحدة مثل جزر قارة أوقيانوسيا. الوضعية الثانية: حدد على خريطة صماء الموقع الفلكي لقارة أوقيانوسيا. طيب أوقيانوسيا كيف رأيكم تشوف؟
الوضعية الإدماجية: أوقيانوسيا إحدى قارات العالم، تقع في الجنوب الشرقي للكرة الأرضية حسب موقع بلادنا الجزائر، تنحصر بين دائرتي عرض 28 درجة شمالا و54 درجة جنوبا، وبين خطي طول 110 درجة شرقا و130 درجة غربا، علما أن خط النهار يمر في وسط القارة. ما يميز قارة أوقيانوسيا هو طابعها الجزري، حيث تشكل أرخبيلا كبيرا يتشكل من العشرات من الجزر التي تشكل بلدانا ودويلات مصنفة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وهي ميلانيزيا، بولانيزيا، وميكرونيزيا. تتشكل مجموعة بولانيزيا من حوالي 1000 جزيرة، أشهرها نيوزيلندا، سامو الأمريكية، تونجا، بولينيزيا الفرنسية، ومجموعة ميلانيزيا من أرخبيل بسمارك، جزر فيجي، كاليدونيا الجديدة، غينيا الجديدة. أما مجموعة ميكرونيزيا فتتشكل أساسا من جزر مارشال، جمهورية بالاو، الكومونويث، وجزر مارينا. كل هذه المجموعات يضاف إليها أستراليا التي تعتبر أكبر دولة في القارة. من خلال هذه الخصائص نكتشف أن اسم أوقيانوسيا مشتق من كلمة أوسيون لزوسيون، هي المحيطات، أي البحر المحيط، نظرا لخصوصية موقعها الجغرافي. طيب، النموذج الثاني في التاريخ الجغرافيا التاريخية، هي علم من يدرس التغيير الجغرافي على مجرى الحوادث التاريخية خلال فترة زمنية معينة وفي إطار جغرافي محدد. أساسيات الخريطة هي الشروط الأساسية التي يجب أن تتوفر في الخريطة حتى تكون وظيفية، ونستطيع توظيفها بطريقة علمية، مثل العنوان، المفتاح، المقياس، الاتجاه. المقارنة بين الخريطتين موضحا أوجه التشابه والاختلاف. خريطة رقم 1، خريطة جغرافية. ثانية، خريطة تاريخية موضوعها الكثافة السكانية في العالم، بينما الثانية تبين المجال الجغرافي للدولة الرستمية. خريطة الأولى غير محددة بفترة زمنية محددة، بينما الخريطة الثانية هو إطار صحيح. استعمال اللغة الإنجليزية الثانية محددة بإطار زمني، وهو 781 إلى 909 ميلادي، غير محددة بإطار الثانية وهو تاريخ صحيح، لا تحتوي على مقياس الرسم، تحتوي على مقياس مناسب. عموما خريطة ناقصة وغير وظيفية عامة. عموما خريطة تستوفي الشروط الأساسية للخريطة التاريخية، وبالتالي فهي وظيفية ومفيدة. الوضعية: الخريطة التاريخية هي وثيقة تاريخية أساسية يتم بواسطتها توطين الأحداث التاريخية في إطار زمني وجغرافي. فما هي أهميتها؟ تعتبر الخريطة التاريخية إطارا صالحا لتحقيق عدة أهداف تربوية، سواء على المستوى المعرفي أو الحركي أو الوجداني. على المستوى المعرفي تتمثل في تحليل وتفسير الظواهر والأحداث التاريخية ومقارنتها والتعليق عليها وفهم مكوناتها. على المستوى الحركي وضع استثمار الخرائط التاريخية لمساعدة المتعلم على تصور الأبعاد وتحديد المواقع وجمع المعلومات وتنظيمها وترتيبها. أما على المستوى الوجداني تساعد الخريطة التاريخية على اتخاذ مواقف معينة إزاء الأحداث الجارية محليا ودوليا. وبحكم أهميتها في تدريس التاريخ، فإن الخريطة التاريخية لها قيمة تربوية في تنمية نوعين من المهارات. يرتبط النوع الأول بمهارات خاصة بطبيعة الفكر التاريخي، والنوع الثاني يرتبط بمهارات عقلية عامة مشتركة تتمثل في كشف الحقيقة التاريخية، القدرة على استنتاج الحقيقة التاريخية وكشف العلاقة بين السبب والنتيجة وتحديد الأسباب والأدلة للحدث التاريخي، إظهار العلاقات الداخلية بين الأحداث التاريخية وتصور
تصنيفها زمنيا ومكانيا ربط الحدث التاريخي بظروف عصره، بيان العلاقة بينه ومكان حدوثه، وتوضيح خصائص الحدث التاريخي مع إصدار الأحكام واتخاذ القرار والتوصل إلى نتائج عامة تؤكد صحة المادة التاريخية. الخريطة التاريخية وسيلة تربوية وأداة توثيقية تساعد الباحثين والدارسين في حقل الجغرافيا التاريخية. النموذج الثاني تاع الجغرافيا، الفرق بين الجزر البركانية والمرجانية والقارية. الجزر البركانية نشأت بفعل البراكين وتراكم المواد البركانية وتصلبها مثل جزر بولينيزيا وميلانيزيا. الجزر المرجانية تشكلت بفعل تراكم بقايا وهياكل الكائنات البحرية مثل جزر ميكرونيزيا. أما الجزر القارية فهي جزر شاسعة المساحة تعتبر جزء من اليابسة مثل أستراليا. تمرين ثاني، المجموعات الكبرى التي تشكل قارة أوقيانوسيا، عايب الأبيض، بولينيزيا، ميكرونيزيا، وهذه الثالثة، هذه الكبيرة. الوضعية الإدماجية، تتميز قارة أوقيانوسيا بطابعها الجزري حيث تشكل أرخبيلا كبيرا يتشكل من العشرات من الجزر التي تشكل بلدانا ودويلات مصنفة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، ميلانيزيا، بولينيزيا، وميكرونيزيا. يصنف الأرخبيل الأوقيانوسي إلى ثلاثة أنواع من الجزر، جزر بركانية التي نشأت بفعل البراكين وتراكم المواد البركانية وتصلبها مثل جزر بولينيزيا وميلانيزيا، والجزر المرجانية تشكلت بفعل تراكم بقايا وهياكل الكائنات البحرية مثل جزر ميكرونيزيا. أما الجزر القارية فهي جزر شاسعة المساحة تعتبر جزء من اليابسة في أستراليا. يتصف سطح القارة الأوقيانوسية بوجود المرتفعات الجبلية والهضاب في وسط الجزر المشكلة للقارة، إضافة إلى الصحراء في وسط وغرب أستراليا، ونجد السهول والأحواض منتشرة على طول السواحل الشرقية والغربية لمعظم الجزر الأوقيانوسية. رغم تشتت أجزاء القارة إلى مجموعة من الجزر، لكن سطح هذه الجزر يكاد يتشابه من جزيرة لأخرى وكأنها تشكل وحدة جغرافية. النموذج الثالث تاع التاريخ، النموذج الثالث تاع التاريخ، الفرق بين الخريطة المركبة والخريطة الموضوعاتية. الخريطة المركبة تمثل عددا من المواضيع التي تعالج في آن واحد مثل تطور الدول واتساع حدودها وتحولها إلى إمبراطوريات وعلاقتها في الحرب والسلم. أما الخريطة الموضوعاتية تمثيل لمعطيات تاريخية خاصة تعالج موضوعا واحدا مثل الطرق التجارية في العصر الوسيط. تمرين ثاني، لتفسير الخريطة التاريخية نتبع منهجية معينة، هذه أبرز خطواتها: قراءة العنوان لتحديد موضوع الخريطة والحدث التاريخي الذي تمثله في إطار زمني وجغرافي محدد، تحليل مفتاح الخريطة كتحديد مواقع المدن والمعالم والطرقات والمعارك. وللعلم أن المفتاح يتضمن رموزا هندسية ومساحية وخطية حركية أو كمية. قراءة المصادر، المصدر لتحديد مصدر المعطيات المعتمدة في إنجاز الخريطة للتعرف على مدى مصداقيتها أو زيفها. استعمال المقياس لتحديد الأبعاد الحقيقية بين مختلف المناطق والمواقع للوقوف على مدى مطابقة المعلومة الواردة في الخريطة بما يقابلها على أرض الواقع. شرح المصطلحات والمفاهيم الواردة في الخريطة، طرح أسئلة لتحليل المعطيات، ما هي طبيعة الأحداث الواردة في الخريطة، ماذا حدث، متى حدث، أين حدث، من قام بالحدث، كيف حدث، لماذا حدث، ماذا نتج عن الحادث، التجميع والتركيب والتقييم. الموضوع الوضعية الإدماجية، ظهرت الدولة العثمانية على مسرح الأحداث عند نهاية القرن الثاني عشر للميلاد، حيث كانت عبارة عن إمارة صغيرة أسسها عثمان بن أرطغرل كمكافأة له من طرف علاء الدين السلجوقي، نظير الدور الذي قام به في محاربة البيزنطيين. في سنة 1299 ميلادي استقل عثمان بن أرطغرل بإمارته معلنا تأسيس الدولة العثمانية التي شهدت في عهده حركة
توسعية والانتقال بالأتراك من مجتمع قبلي إلى مجتمع مدني. وفي عهد ابنه أورخان شهدت الدولة ميلاد الجيش الانكشاري الذي أصبح القوة الضاربة للدولة العثمانية وحقق لها أمجادها العسكرية والانتصارات الحربية. تمثلت في الاستيلاء على منطقة الأناضول واحتلت البلقان في 1453، وتمكن السلطان محمد الفاتح من فتح القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية البيزنطية. وقد عرف عهد السلطان سليمان القانوني توسعا في العالم الإسلامي وفي قارة أوروبا حتى بلغت أسوار فيينا. الجدير بالذكر أن العثمانيين ركزوا في توسيع دولتهم على القارة الأوروبية ومقارعة العالم المسيحي وإحياء عهد الفتوحات الإسلامية المظفرة. النموذج الثالث في الجغرافيا، تفسير المفاهيم الآتية: الإقليم المناخي هو رقعة جغرافية يسودها مناخ معين أو مجموعة من المناطق الجغرافية تشترك في خصائص مناخية. كوريشوفو هو تيار بحري استوائي حار يمر على قارة أوقيانوسيا. 80 الثاني، هذا مناخ استوائي حار ممطر، مناخ صحراوي جاف، مناخ البحر الأبيض المتوسط. الوضعية الإدماجية، تعتبر قارة أوقيانوسيا أصغر القارات مساحة وأقلها سكانا باستثناء القارة القطبية الجنوبية الخالية من السكان، ومع ذلك تضم عددا كبيرا من الأعراق والأجناس البشرية. فما هي هذه الأعراق وهذه الأجناس؟ تتكون قارة أوقيانوسيا من تركيبة بشرية معقدة نتجت عن تمازج العناصر الأوروبية التي استوطنت المنطقة منذ الرحلات الاستكشافية الأولى نهاية القرن السادس عشر ميلادي مع العناصر الأصلية وهجرة أوروبية ثانية خلال القرن الثامن عشر ميلادي. السكان الأصليون ينقسمون إلى قسمين وهما أبوريجان، وهم السكان الأوائل الذين استقروا في قارة أستراليا قادمين إليها من قارة آسيا وبالتحديد من ماليزيا منذ 40,000 سنة تقريبا. عرفوا تراجعا في عددهم بسبب الإبادة التي تعرض لها من طرف الأوروبيين خلال القرن الثامن عشر، وحاليا يمثلون 1% من مجموع السكان ويعيشون حياة بدائية في غرب القارة. والجنس الثاني يتمثل في الماوريس، يرتكزون خاصة في نيوزيلندا وهم من أصل بولينيزي، استقروا في المنطقة منذ القرن العاشر ميلادي وهم يمثلون اليوم 9.7% من مجموع السكان في الجزيرة. أما العناصر الأجنبية فتتمثل في الجنس القوقازي الأوروبي والمغولي الياباني والصيني والفلبيني، إضافة إلى وجود جزائريين نفتهم السلطة الفرنسية إثر الثورة المقراني 1871 ميلادي، وأصبحوا يمثلون أحد عناصر المجتمع خاصة في جزيرة كاليدونيا الجديدة. رغم تعدد الأجناس والأعراق التي تعيش في هذه الجزر، لكن لا توجد أي صراعات وثنية أو دينية في هذه المناطق، والكل يعيش ضمن البلد الواحد. في الأخير بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجمل الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.